انت شو عم تعمل؟ ما تسألي ليش فرحان يا جبران. كانت بزيارة رسمية لإيران. واجتمعت مع نجاد، هداني أحلى سجاد، أحلى نقشي ما في مثلها بلبنان. ليك شو مبسوط، كثير مبسوط. ايه طبيعي اني انبسط يا باتريس. هيدي بروفا لحتى اعمل رئيس. عم بجتمع مع الكبار، مع نجاد ومع بشار، شوفي شو انبسطوا يا فاتي من جبران. صوت على صوت. يوبي يا 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 يوبي يوبي.